أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما أستاذ فهد العبد الجليل بغازي. مساك الله بالخير. الله نور فهد، حياك الله وساعة مباركة. واليوم سوف نتحدث عن طبعا هذا الإصدار اللي هو كان يصدر من اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج الثالثة التي أقيمت في الكويت من فترة 15 إلى 30 مارس عام 1974، نشرة يومية هذه تصدرها اللجنة المنظمة العليا للدورة، دورة كأس خليج الثالثة اللي قيمت بالكويت من 15 مارس إلى 30 مارس عام 1974، وهذا العدد رقم 13 اللي صدر بتاريخ 26 مارس عام 1974 قبل انتهاء الدورة بأربعة أيام. صحيح. اليوم الكويت والإمارات في الدور قبل النهائي، والفائز يصعد المباراة النهائية. الكويت فاز 6. المنتخبات الستة في الميزان النقدي وحديث قبل رحلة المباريات النهائية. المهرجان الشعبي الكبير يتضمن لوحات رائعة تعكس تاريخ شعبنا ونضال الآباء. خرج الشعب ليحتفل بالأشقاء. أروع مهرجان شعبي أروع مهرجان شعبي يجري أمس في شارع الخليج العربي احتفالا بالأشقاء. نسورنا، طبعا أشقاء الخليجيين، نسورنا من أبناء سلاح الطيران الكويتي يقدمون عرضا رائعا بمقاتلاتهم النفاثة الأسرع من الصوت. طبعا هذا الاحتفال، شوف الناس شلون محتشده شارع الخليج، هذا المنظر كان مألوف في تلك الفتره، كان ربيع شهر 3. ايه طبعا لكن نشوف حب يعني الجماهير وتعطشهم. ها قبل اي تفاعلات تصير سواء رياضيه او عن طريق المشروعات، ما نقول مشروعات، نقول الترويح السياحي، كان ينظم بعض المشاركات في الاعياد الوطنيه، فكان هناك حضور وتجاوب من الشعب الكويتي والجمهور او المقيمين على هذه الارض الطيبه. في توثيق حلو فهد. شنو؟ انت راح تستانس عليه. لا تعادل في المباريات اعتبارا من اليوم، وقت اضافي وتطبيق ضربات الجزاء. اها، هذه البطوله خاصه يعني قبل النهائي. اي اي صحيح، يعني هذه طبعا للبطوله اللي هو طبعا جدول المباريات النهائيه مواعيدها الثلاثاء قبل النهائي الكويت الامارات ساعة 33 دقيقة 3:30 على نادي الكويت، الاربعاء طبعا 27:30 قبل النهائي السعودية وقطر 33 دقيقة ملعب على نادي الكويت بعدها بيوم، الجمعة طبعا المركز الثالث والرابع مباراة نهائية 29/3/1974. حاطين الوقت المركز الثالث والرابع، المركز الثالث والرابع ساعة 2:00. ايه لأن لعبوا الساعة 2:00 الظهر تصور. اي والمباراة النهائية بعدها، يعني مو حاطين لأنه بعدها ممكن يصير فيها بلنتيات، فما حاطين الوقت. فازوا فيها قطر هني على الإمارات المركز الثالث والرابع، وحرزوا المركز الثالث. هذه أضواء على الفرق الست بالدورة الثالثة لكأس الخليج أبو فهد. فرق كانت مفاجأة مستواها الإمارات وقطر، هذا اللي كان مفاجأة، وضوح أهمية اللياقة البدنية وقوة تسديد التركيز. البحرين لم يصل دور الأربعة لتخلي الحظ عنه. عمان وجد التشجيع فليواصل الطريق. السعودية والكويت لياقة بدنية وسرعة في الهجوم. طبعا هذا يعني تكلموا عن طبعا منتخب الكويت، النتائج طبعا معروفة للجميع. يعني ما له داعي أن نتكلم عنها، احنا حاطين النتائج. نروح حق شغلات أهم. طبعا هذه تشكيلات رائعة لسلاح الطيران الكويتي، عروض فنية أخذها لوزارة الداخلية والوزارات والمؤسسات. شوف هني أول شيء أبو فهد، شارك نجوم الفن الكويتي في المهرجان الكبير. جانب المنصة الرئيسية يظهر فيها الشيخ سعد عبد الله رئيس الوزراء بالنيابة، وسمو الأمير فيصل بن فهد رئيس الوفد السعودي، وسعادة رئيس مجلس الأمة خالد صالح الغنيمي. صحيح.
زين، وهني عندك نجوم المسرح العربي يحيون شباب الخليج، آنسات القادسية في الكرنفال الشعبي. إيش رأيك نطلع فاصل بغازي ونتابع بقية الحلقة؟ أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وكنا مع مجلة نعم شنو أجيال؟ أجيال نعم. إيه؟ طبعا هذه عربة نادي الخليج السيارات أثناء مرورها في المهرجان الكبير، الهليكوبتر تمر من سماء الكويت، يعني صور شباب وزارة التربية، فرقة موسيقى الجيش، يعني احتفال ضخم. الكويت والإمارات في الدور قبل النهائي وتنافس من أجل شرف الوصول المباراة النهائية. هذه صورة جماعية بين منتخب الكويت ومنتخب يمكن هذه الإمارات. الإمارات هذه أي دورة؟ هذه الافتتاح. أي الافتتاح؟ كأس الخليج، دورة الخليج الثالثة، كان الافتتاح بين الكويت والإمارات. نعم. ويومها فاز الكويت بنتيجة 2-0، افتتح الأهداف الدورة للمرة الثانية على التوالي جاسم يعقوب ليصبح اللاعب الوحيد اللي يفتتح بطولتين، افتتح البطولة الثانية. هذه أي بطولة هذه؟ هذه 74 الثالثة. أي البطولة الثانية افتتحها جاسم يعقوب بالرياض بهدف جميل جدا، يومها جاسم كان عمره تقريبا 19 أو 18 سنة. هني جاسم يعقوب أيضا يفتتح الأهداف الدورة الثالثة على منتخب الإمارات، مباراة افتتاح يومها فاز الكويت 2-0. الصورة بغوفة من اليمين، فتحي كميل، عيسى الجساس رحمة الله عليه، جاسم يعقوب، عبد الله عيسى رحمه الله عليه، مرزوق سعيد، علي الملة، جلوسا من اليمين احمد الطرابلسي، سعد الحوطي، حمد وحمد فاروق ابراهيم رحمه الله عليه، والكابتن ابراهيم دريم. نعم. المهرجان الشعبي الكبير في صور الكويت تغيب اكبر مجمع للاذاعه والتلفزيون في المنطقه. ابو فهد بدا تنفيذ المشروع في يناير الماضي وينتهي في بدايه عام 69. المشروع يكلف حوالي 11 مليون دينار، وصممها أكبر المكاتب الهندسية في العالم. ينتهي 69. نعم ينتهي 69. وحنا أي سنة هني؟ هني 74. 74 ايه. اليوم اجتماع المؤتمر العادي لكأس الخليج العربي، اقتراح الكويت بتخصيص 5% لصالح صندوق الاتحاد الدولي. 7 اقتراحات تقدمت بها المملكة العربية السعودية. هذه صورة طبعا لاجتماع يظهر العم أحمد عبد العزيز السعدون. منتخبات 6 في الميزان النقدي، حديث قبل رحلة اليوم بعد الأدوار التمهيدية. طبعا من الأرشيف، لاعبو عام 1963 أصبحوا اليوم إداريين. هذه من الأرشيف الرياضي القديم. حلو. إيه هذه لازم نشوفها. إيه يعني نشرة الدورة اللي هي الدورة الرياضية المدرسية، نشرة يومية تصدرها لجنة الدعاية والإعلام الدورة الرياضية العربية المدرسية الأولى، هذه يوم الثلاثة 12 نوفمبر 63 دورة الكويت. صحيح. دولة الكويت يوم الدورة سنة كم؟ 63 في الكويت، وهذه النشرة تاريخ 12 نوفمبر 63. النتائج النهائية للسباحة تظهر اليوم، فوز فلسطين وتونس في كرة القدم. نتائج مسابقات ألعاب القوة طبعا هذه يعني مباراة منتخب الكويت مع يمكن تونس اللي انتهت بفوز تونس 2-1. زين سجل يمكن هدف منتخب الكويت محمد المسعود. زين منتخب الكويت مثل الكويت احمد طرابلسي، يوسف الرومي، مرزوق سعيد، علي عسكر، احمد عبد النور، مطر صقر، مشاري العنجري، ابراهيم الخشرم، ابراهيم شاهين، يوسف سميط، منصور العمر. هذا يوسف سميط ترى كان وزير الاعلام. صحيح. اي ابراهيم الخشرم طبعا مشاري العنجري اللي كان نائب رئيس مجلس الامه وزير العدل. صحيح. نائب طبعا في مجلس الامه وعضو مجلس اداره في اتحاد الكويت كره القدم. يوسف الرومي يمكن يوسف الشملان. قصدهم الظاهر يمكن يوسف الشملان. صنة تجوري ابو غازي. تجوري هذه صوره تذكاريه فريق فلسطين والبحرين، او عفوا خل نروح الثانيه، احد مشاهد مباراه تونس والكويت اللي جرت على ملاعب ثانيه شويخ. هذه طبعا الصوره ابو فهد. حلوه الصوره. اي هذه بين تونس اللي خسر فيها منتخب الكويت 2-1. في صوره ثانيه بعد.
والله هذا ابراهيم دريهم. اي هذه طبعا ابراهيم دريهم يعني حسافه خلينا نحطها، ايش رايك فيها؟ يلا نحطها. اي والله يستاهل والله ابو اي والله يستاهل ابو محمد. صوره من اجمل الصور اللقطه هذه، اللاعبين خذالهم صور يعني بهالطريقه هذه، الجاسم والفيصل والفتحي وابراهيم دريهم بالفانيلا الحمراء، وايضا علي مولا فانيلا حمراء. يعتبر لاعب ابراهيم دريهم دعامه من دعامات خط دفاع المنتخب الكويتي فريق نادي الكويت، شارك في معظم الدورات العربيه والعالميه اللي اشتركت فيها الكويت، وكذلك من ضمن الفريق اللي لعب ضد منتخبات رومانيا وبلغاريا والمغرب وفريق فلامينغو البرازيلي. صحيح طبعا الوقت داهمنا ابو غازي. نعم. ومع الصورة الجميلة للكابتن أبو محمد الكابتن إبراهيم دريهم نصل لنهاية حلقتنا. تقبلوا تحياتي تحيات أخوكم فهد عبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.